السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله هنخلص النهاردة في الفيديو ده يونت 11 الوحدة ال11. هنتناول في الدرسين الخامس والسادس وهنحل كمان عليهم الأسئلة الخاصة بالوحدة يونت 11. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنتكلم النهاردة عن حاجة بسيطة قوي وخفيفة، هنتكلم عن قصة، تعالوا نقراها مع بعض. هي introduction وبعدين what we can do و what we decided to do. طيب هنعمل ايه؟ last week I heard، الاسبوع الماضي انا سمعت دكتور هيلين ووكر، دكتورة اجنبية، talking about، بتتحدث عن air pollution، تلوث الهواء. I liked her ideas، انا حبيت افكارها. and I did some research، وعملت ابحاث. I talked to my family، تحدثت مع أسرتي. خدوا بالكم كل الأزمنة هنا ماذا ماضي، توقت ماضي. to my family about what we can do، عن اللي نقدر نعمله. what we can do، إيه اللي ممكن نعمله عشان نعمل إيه علشان نوقف air pollution، تلوث الهواء. we can have energy saving light bulbs in our apartment، يبقى نستخدم إيه، نحصل على مصابيح موفرة للطاقة في شقتنا. احفظوا بس شكلها كده اللي باللون الاحمر ده، energy saving light bulbs، نحفظها ان ديت مصابيح موفرة للطاقة. طيب we can use buses، نستخدم اتوبيسات، جمع طبعا بس، وبعدين زودنا لها اس فجبنا جمع، and trains، واطارات اللي هو القطار، more، اكتر. we can share، نشارك a car، سيارة، with a friend، مع صديق. sometimes، بعض الأحيان، بدل ما نقعد كل واحد يروح بسيارته، لأ ممكن نشارك إيه، نركب مع سيارة حد من أصدقائنا. we can walk and not always go by car، ممكن نمشي ومش لازم نركب العربية. we can have mini plants، نزرع نباتات on our balcony، في الشرفة بتاعتنا، نحفظ منها اتنين أو تلاتة ونقرأ نعرف الباقي بعنينا. نحفظ ليه؟ عشان لما يجي لنا باراجراف نعرف نكتب الجمل عنه، تمام. طيب what we decided to do، قررنا نعمل ايه. we decided to change some things، قررنا نغير بعض الاشياء. as a family، كأسرة. dad now goes to work، الاب الوقت بيذهب الان، او يعني الان بيذهب to work، اللي عمله، with his friend، مع صديقه، in the same car، في سيارته، سيارة واحدة يعني. مام والأم takes the bus، بتاخد الأتوبيس، to work، للعمل. she doesn't drive، ما بتقودش السيارة بتاعتها. I now go to school، هي الوقت، هو الوقت بيتكلم عن نفسه ان هو بيروح المدرسة، by bike، بالدراجة أو العجلة. my sister، أختي نورة، أخته اسمها نورة، walks to school، بتمشي للمدرسة، because her school is nearer، مدرستها قريبة. we have more plants، عندنا نباتات في in the living room، في حجرة المعيشة، and on the balcony، وفي الشرفة. when our light bulbs stop working، لما المصابيح الكهربية بتاعته اللي عندهم بتتوقف عن العمل، we can put in energy saving light bulbs، ممكن نضع ايه، المصابيح الموفرة للطاقة. I am excited، وهو بيكون متحمس، وهو اسمه يوسف. هنشوف جزئية الشيك بوينت هنا، هيبقى read and write true or false، هنحط صح او خطأ. يوسف heard دكتور هيلين talking about water pollution، بتكلم عن تلوث الماء، طبعا false. they can go by car and not always walk، هما بيذهبهم بس، they can go by car and not always walk، ما بيمشوش، طبعا false. نورا walks، نورا بتمشي to school، من المدرسة، because her school is near، لانها قريبة، هنقول true، صح. بعد كده هنيجي نشوف جزئية read and write، بيقول فيها write a report، اكتب مقال about او تقرير عن what you can do، ايه اللي ممكن تقدر تعمله in your city or village، في مدينتك او قريتك. طيب تعالوا كده نشوف in things، اشياء you decided، قررت to do، تعملها to stop، عشان توقف the air pollution، تلوث الهواء، in your city، في مدينتك or village او قريتك. هنقول we can use buses and trains more، نستخدم الاتوبيسات والقطارات.
أكتر. We can share a car، نشارك السيارة. With a friend، مع صديق. Sometimes، بعض الأحيان. We can walk، نمشي. And not always go by car، ومنمشيش ب... نمشي وما نروحش بالسيارة. طيب things، أشياء. You decided، قررت to change، تغيرها. هنقول I will go to school by bike، أروح المدرسة بالدراجة. My sister walk to school، وأختي تمشي للمدرسة. Because her school is nearer، مدرستها قريبة. Mom takes the bus to work، والأم هتاخد الأتوبيس للعمل. تعالوا نشوف بقى هنا top tips for writing a leaflet. في خطوات هنكتبها علشان نعملها في ورقة الإعلان. هنقول هنا ان your leaflet، ورقة الإعلان، must include، يجب انها تتضمن the following، الآتي. تتضمن ايه؟ heading، وبعدين sub heading، وبعدين paragraph وفوتوز. هنوضح كل ده دلوقتي. اول حاجة، كل عنوان معناه ايه؟ الheading ده اللي هو it expresses، بيوضح the topic، رأس الموضوع بيتكلم عن ايه. it should be attractive، يجب ان هو يكون جذاب، يجذب الانتباه. بعد كده عندي sub heading اللي هي it expresses، بتوضح the main ideas، الافكار الاساسية in the topic، تحط افكار اساسية في كل موضوع. paragraph it explains، بيشرح ideas، افكار in details، في تفاصيل بقى. وphotos اللي هي الصور، they clarify، بتوضح the ideas، الافكار and attract readers، وبتجذب انتباه القارئ. طيب تعالوا نشوف هنا ده هنطبقه قدامنا. عندي هنا هيد مين هيدنج اللي هو العنوان الرئيسي اللي هو رود سيفتي اللي هو امان الطريق. عندي بعد كده سب هيدنج اللي هي سب هيدنج اللي هي ايه؟ العناوين الرئيسيه على كل فكره، اللي هي زي ما احنا قلنا هنا مين ايدياز ان ذا توبيك لكل موضوع، اللي هي العنوان الرئيسي دي هنا مثلا بي سيف اون ذا رود، كن امن على الطريق. يوز ذا كروس ووكس اللي هو ممر المشاة، ووك سلولي وتمشي ببطء، دونت ران وما تجريش. وكمان عندي سب هيدنج واتش ذا ترافيك، وتحتها الباراجراف نفسه الموضوع بيتكلم عن ايه. ليسن فور كارز، استمع للسيارات. دونت كروس فروم بيهايند ا كار، ما تمشيش بجانب السيارات او تعبر بجانب السيارات. عندي كمان read the road signs اللي هي الثلاث حاجات اللي بالاسود دول اللي هما sub heading، لكن اللي تحتها ده الباراجراف، حتى هو كاتب هنا ده الباراجراف. طيب هنا read the road signs، نقرا علامات الطريق. they give you important information، بتدينا معلومات مهمة about the road، عن الطريق. وكمان في الاخر حاطط الفوتوز اللي بتوضح لنا الموضوع او الافكار عن ايه. طيب بيقول لي اتس يور تيرن، دورنا بقى، جايب لي هنا المواضيع وعايزني اكتب هنا عن ستوب اير بوليوشن، توقف تلوث الهواء. فهنا طبعا ده بيعتبر المين هيدنج، الراس العنوان. وبعدين عندي بلانت تريز، الفكره الاساسيه هنا، يبقى ده سب هيدنج. وبعدين جايب لي فوتوز، صور، وهنا الباراجراف. تعالوا بقى نبدأ نحل على الوحدة الحداشر ككل عشان ننهيها إن شاء الله بالخير. عندي unscramble and write على الترتيب وأكتب، هتبقى plane طائرة، مترو، ship train. بعد كده بيقول لي read and sort، اقرا وصنف. عايزين أصنف النوتس، الملاحظات بتبقى شكلها إزاي، والسنتنسز. الجملة عبارة عن فعل وفعل مفعول، جملة كاملة فيها فاعل وفعل ومفعول، لكن النوتس بتبقى مختصرة زي إيه؟ must listen for cars و don't run. لكن الجمل زي you must wear a seat belt in a car، تلبس حزام الامام بتاع العربية. و you must follow the road signs، وتتبع علامات الطريق. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي look انظر and draw، وارسم a circle، دايرة، around symmetric shapes، الاشكال and drawings، والاشكال والرسومات المتماثلة. عندي هنا طبعا ال الهلال والنجمة والمعلقة، ممكن لما نقسمهم بنعمل الخط المتماثل هيتقسموا الجهة اليمين زي الجهة الشمال، فهيبقى دول ثلاث صور هما اللي فيهم تماثل. طيب بعد كده بيقول لي correct the underlined mistakes، اصحح الأخطاء اللي تحتها خط. my family sometimes travel to China on plane، هتبقى لأ by plane. هنا we must listen for cars، must بيجي بعدها الفعل في المصدر ما فيهوش الاس، يبقى هنكتب listen بس. عندي هنا you need a seat belt in your car، في السيارة مش في العجلة أو الدراجة. we need dangerous، لا we need safe، نحتاج الأمان للطريق. طيب عايزني أكتب باراجراف عن how can we be safe on roads، ازاي نبقى نشعر بالأمان في الطريق. وجايب لي الجمل اللي هستعين بيها، هنقول we should wear a seat belt in the car،
نلبس حزام الامان في السياره. وي شود وير ا هيلمت اون ذا بايك اللي هي الخوذه في الدراجه. وي شود لوك رايت اند ليفت نبص يمين وشمال وين وي كروس ذا رود لما نيجي نعبر الشارع. وي شود يوز كروس ووك نعبر على ممر المشاه. وي شود ويت فور ذا جرين لايت ننتظر اللون الاخضر تو موف عشان نتحرك. علامة الترقيم الاي كابيتال عشان في اول الكلام. وكمان عندنا شنت شن اللي هو اسم المدينه اللي في الصين كابيتال، ومدينه الصين برضو كابيتال علشان دي اسامي مدن. التقويم الثاني اللي معانا على الوحده ال11 بيقول لي listen and supply the missing letters، هتسمعوني وتكملوا الحرف الناقص، هيبقى شيب شيب، ثاني كلمه باس باس، ثالث كلمه بلين بلين، اخر واحده مترو. تعالوا نشوفها مع بعض. هنا كان اتش حرف ناقص شيب، سفينه باس، اتوبيس حرف اليو، بلين حرف ال، مترو حرف الاي. طيب تاني واحده بيقول لي listen and complete، اسمع واكمل. قلنا بنكتب هنا الارقام حسب ما بنسمعها، اول واحده تبقى باريس، تاني واحده الاو، تالت واحده باس، اخر واحده اير. تعالوا نشوف كده مع بعض حوار ما بين داليا وعمر. وات دو بيبل دو ان باريس تو ستوب اير بوليوشن، عشان يوقفوا تلوث الهواء. عمر قال لها زي دونت الاو كارز، ما بيسمحوش للسيارات تو جو انتو سام بارتس، ان هم تمشي في بعض الطرق ان اوف ذا سيتي من المدينه. داليا قالت له سو بيبل كان اونلي ووك، يقدروا يمشوا اور تيك ا باص او ياخدوا اتوبيس ان ذيس بليسز، في هذه الاماكن. قال لها يس اند ذيس كيبس ذا اير كلينر، بيخلي الهواء ايه نظيف. طيب تعالى كمان نشوف ريد اند ماتش. هاو كان وي هيلب ستوب اير بوليوشن، هنوصلها وي كان بلانت تريز نزرع شجر. When we breathe the polluted air لما بننفس الهواء الملوث. We cough and feel sick بنكح وبنشعر بالمرض. طب number 3 we must wait for the green light ننتظر اللون الاخضر او الاشاره الخضراء. Before we cross the road قبل ما نعبر الشارع. When Mazen fell over لما وقع. He was very choked كان اتصدم او مصدوم. Choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. You must cross the road، يجب أنت تعبر، لابد أنك تعبر الشارع. At the crosswalk في ممر المشاة. We can have many plants on the balcony، عندنا إيه نباتات كتير في الشرفة. Maha usually travels to England by plane بالطيارة. You need to use energy saving light bulbs اللي هي الأضواء الموفرة to save electricity عشان نوفر الطاقة. طيب قطعة الباسج بيقول لي هنا في صح أو خطأ. علا is a student in grade 5، طبعا غلط، هي في grade 4. طيب بعد كده she wanted the other students to know more about the road signs، عايزاهم يعرفوا أكتر عن إشارات الطريق. لا هي عايزاهم تعرفوا أكتر عن air pollution، يبقى هنا الإجابتين خطأ. طيب تعالوا بقى نشوف الأنسرز. هيبقى what did علا make، علا makes عملت إيه؟ number 3 a leaflet and two share it with the other students، متشاركة مع الطلاب الآخرين. She wrote some ideas، كتبت بعض الأفكار to stop the air pollution، عشان توقف تلوث الهواء. السؤال اللي بعده what did most of the students decide to do، قرروا يعملوا، قرروا يعملوا إيه؟ طبعا الإم هتبقى كابيتال عشان في أول الكلام. يبقى most of the students، معظم الطلاب، decided، قرروا to go to school، يذهبوا المدرسة by bike بالدراجة، and some of them، وبعضهم decided to go باي باص بالاتوبيس. طيب السؤال بتاع الري ارينج ذا فولوينج هتبقى هاني ووز ان هاري، كان مستعجل. يو ماست ليسن فور كارز، تسمع السيارات عشان تاخد بالك من صوتها. واي از اير بوليوشن دينجرس، ليه تلوث الهواء بيكون خطير. ويو كانت سويم هير، ما تقدرش تسبح هنا. تعالوا بنشوف بيتكلم عايزنا نعمل باراجراف عن ايه. هاو كان وي ستوب اير بوليوشن، ازاي نوقف تلوث الهواء. هنقول وي شود بلانت مور تريز، نزرع شجر اكتر. on the balcony we should go to school by bus، نذهب المدرسة بالاتوبيس. we can share a car، نشارك سيارة. with our friends، مع اصدقائنا. we need to save electricity to، نشارك، محتاجين احنا نشارك الكهرباء. ايضا we should use light bulbs، نستخدم لمبات موفرة للطاقة. عندي كمان banquet wait، هيبقى الاي كابيتال عشان في اول الكلام. وباريس اسم بلد، باريس كابيتال. وفرنسا اسم بلد برضو، في اف كابيتال. وفي الاخر بنحط الفول ستوب. خلصنا مع بعض الوحده ال11، دمتم في امان الله.